طيب جميل، إذا حنا كذا يعني مرينا على أغلب المتواجدين في الكلية. الأسرة المتحضرة إذا طيب تسمح لي، اتفضل على الأسرة المتحضرة. الأسرة المتحضرة أيضا، في الأسرة المتحضرة في إيش معنات الأسرة المتحضرة يعني؟ يعني الذين كانوا يعودون الحضر. في أنسابهم أي. إلى قبائل واختاروا الاستقرار مبكرا قبل وجود الهجر، كانوا مستقرين في المدن والقرى في المناطق النجدية، لكنهم في الأساس يعودون إلى قبائل بدوية تشد وتنزل، لكنهم اختاروا الاستقرار في القرى واتخاذ الاستقرار كمبدأ اجتماعي خارج الشد والترحال من أيام البادية قبل وجود الهجر. الغالب على أسر القصيم في وقتنا المعاصر أنها تعود بنسبة عالية إلى قبائل عدنانية، النسبة الأكبر من قبيلة تميم، وبعدها تأتي قبيلة عامر بن صعصع المرتبة الثانية، ويشاركها أيضا بالنسبة قبيلة ربيع، ليست من مضر، ربيع ومضر، تميم من خندف، وعامر بن صعصع من قيس. وبعدها تأتي عدد من الأسر ذات الأنساب القحطانية، إما تكون ترجع إلى طيء أو أنها تعود في نسبها إلى همدان. تقريبا هذه الأصول لأنساب الأسر المتحضرة في منطقة القصيم، إما تميم أو ربيعة أو عامر بن صعصعة أو من طيء أو من همدان، هذه النسبة العالية. طبعا هناك أنساب من قبائل وأجذام عربية أخرى، لكن هذه هي السواد الأعظم بنسبة عالية جدا تصل إلى 80% من الأسر المتحضرة في منطقة القصيم. يعني حاضرة وبادية، أنت ذكرت الآن الحاضرة والبادية. ذكرنا البادية ثم الآن تحدثنا عن أي. الحاضرة في منطقة القصيم. إذا الحاضرة الحاضرة نلخص أنه الحاضرة هم تميم، الحاضرة اللي هم من تميم، نعم، عامر بن صعصع، ربيعة، طيء، همدان. هذه النسبة العالية من الأسر في منطقة الحاضرة. القصيم الحاضرة تعود أصولها لهذه الأجذام العربية القديمة بنسبة عالية جدا تصل إلى 80%. من يريد الاستزادة فيما يخص هذه الأسر يجد كتاب جمرة أنساب الأسر المتحضرة النجد لعلامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر، وأيضا منهاج الطلب لذكر مشاهير قبائل العرب لرحمة الله عليه صالح القاضي. فهذه من المؤلفات المهمة في أنساب الأسر المتحضرة في منطقة القصيم. أيضا فيما يخص تاريخ القصيم راح نأتي من نهاية الحلقة بعدد من المؤلفات. إذا طيب والبادية اللي ذكرتها، البادية المعاصرة اللي هي حرب، حرب ومطير وبني رشيد وعتيبة، غالب البادية في منطقة القصيم من هذه القبائل التي ذكرتها نسبة عالية. طبعا فيها قبائل أخرى تأتي، لكن هذه أكثر القبائل المتواجدة في منطقة القصيم. طيب هل نقدر نقسمهم في حسب الخريطة، خريطة منطقة القصيم، يعني الأسياح وشغلبهم من تميم ولا من اليوم إيه؟ كان كبادية وحاضرة، كبادية وحاضرة الغالب عليها هم العدد البادية اللي هي قبيلة حرب، اللي هو المحافظات الشرقية والشمالية والغربية، هذه كلها تعود إلى قبيلة حرب. الشمسية، الشمسية تأتي فيها قبائل أسر تعود في أنسابها إلى عدد من الأجذام، لكن هناك أصول عربية تعود في أنسابها إلى الدواسر، كان لهم تواجد في هذه المنطقة منطقة القصيم وتحضروا، واعتقد كون انها قريبه يمكن حتى من الدواسر أيه. لكن الحلقه لا تسعفنا، لهم تواجد مهم في منطقه نجد، وخرجوا منهم في فتره زمنيه سبقت ومع فتره دعوه الشيخ حمد الوهاب رحمه الله. عدد من العلماء الكثير من مؤرخين نجد الاوائل تجدهم من قبيله الدواسر، فهذه تحتاج الى بحث خاص كامل وخاص عن هذه القبيله الكريمه التي اخرجت عدد من العلماء المهمين في منطقه نجد. طيب بريده وعنيزه من هم الاغلب؟ بريده موقعها هو إيه؟ قريب لشمال القصيم، فتكون من الغالب عليها من القبائل هي قبيله حرب. فقط سنذهب إلى منطقة الجنوبية من منطقة القصيم، يعني من عنيزة وانت نازل جنوب إيه؟ هذه التواجد الأكثر هي قبيلة مطير وأيضا قبيلة عتيبة. الرس، الرس اللي هي الجهة الغربية منطقة القصيم، هذا التواجد الأكبر هي قبيلة حرب. حرب برضو عقلة الصقور دائما هذه عقلة الصقور، هذه منطقة خاصة من الأساس لقبيلة حرب وتحديدا لبني عمرو مسروح من حرب، ولأسرة كريمة فاضلة لهم أيادي في خدمة الوطن، لهم أسرة الشطير من الشعب من بني عمرو من حرب، وهذه هي هم من استوطنوها مع جماعتهم، والآن هي محافظة من المحافظات منطقة القصيم.
نعم، وعقلة الصقور يعني دائما نسمع عنها، تعطينا فكرة بس عنها، عن تجارها، عن هي الغالب عليها هي أنها من ديار قبيلة حرب تحديدا كما ذكرت لك، من بني عمرو بن حرب، ومن أسسها هو أحد أبناء أسرة الشطير. لكن إذا أردت أن أتحدث عن بعض الرموز من قبيلة حرب مثلاً، لما أتت قبيلة حرب القرن الثاني عشر الهجري لمنطقة القصيم، ظهروا منهم رجالات دولة خدموا من أيام الدولة السعودية الأولى والثانية وحتى عهد المؤسس طيب الله الثالث. لكن من الرموز المهمة اللي أعتقد يجب أن نشير إليهم هو الأمير محمد بن ناهض العلوي الذي ولاها الإمام فيصل بن تركي رحمة الله عليه على إمارة عنيزة عام 1248 هجري، وكذلك الأمير سعد بن عبد الرحمن الحازمي الذي تولى إمارة بريدة فترتين 1315، هذه بداية الفترة الأولى، وبداية الفترة الثانية 1318. هذا يدلك على أنهم استقروا استقرار تام في منطقة القصيم، وليست كأنه كمرعى لإبلهم ثم يعودون لديارهم في الحجاز، لا، اختاروا الاستقرار في هذه المنطقة. وبالمناسبة ذكر الأمير محمد بن ناهض العلوي هو من بلدة البرود التي ولد فيها علامة الجزيرة حمد الجاسر، وهي من ديار بني علي من قبيلة حرب. هذه البلدة لها تاريخ كبير مهم، وتاريخ يفخر به، لها مقاومة عظيمة جدا لجيوش محمد علي باشا، ولهم قصص تاريخية. أتمنى لو الوقت يسعفنا، لكن إن شاء الله إن شاء الله نحاول نستطرد في هذا طبعا التاريخ، وليس استنزال من الجميع، الحقيقة كلهم مثل ما يقول عيني في رأس، وجميع المنطقة كل مناطقنا جميلة وفيها من 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 المفاخر الكثيرة الحقيقة. صحيح. احنا ما يعني بنركز على شيء ده. طيب رياض الخبرة مثلا، البكيرية، عيون الجواء، هذه داخل أيضا في نطاق تواجد قبيلة حرب، فالغالب على القبائل فيها لها قبيلة حرب. هي مثل ما قلت لك أستاذ يا بزياد، اللي هو الشرق الشمال الغرب، هذه قبيلة حرب. أما في من نبدأ من الجنوب الغربي إلى الجنوب، تتواجد فيها قبيلة مطير وعتيبة في منطقة القصيم، لكن الأكثر في الجنوب هي قبيلة مطير. ممتاز. طيب أنت ذكرت أنه في مجموعة مراجع ممكن التوسع فيها فيما يخص تاريخ القصيم. نعم. لابد قراءة معجم بلاد القصيم. وهل يعني أنت مع من يقول أنه القصيم، منطقة القصيم أو منطقة نجد، كان فيها غموض تاريخي؟ هل هذا صحيح؟ ذكرت كثيرا. بجيبك على السؤال المهم هذا، لكن نعم. فيما يخص المؤلفات، من يرغب في الاستزادة أو الاطلاع أو التحقق من صحة ما ذكرنا، أو يريد أن يكتب شيء عن منطقة القصيم، لابد أن يقرأ معجم بلاد القصيم للعالم الموسوعي رحمة الله عليه محمد بن ناصر العبودي. لا شك، هذا الرجل العظيم الذي تخيل وهو في وقت عمله وكان موظف ومن رجال الدولة، ومع ذلك أخرج هذه المعاجم وهذه الكتب الكثيرة جدا. فهذا كتاب مهم جدا، حفظ الكثير من التاريخ القصيم، غير مؤلفات معاجم الأسر التي خرجت مؤخرا. أيضا نجد كتاب رحمة الله عليه الدكتور صالح الوشمي، وهو من الأكاديمية الذي فقدناه مبكرا، وكان لديه اهتمام كثير في الأمور البلدانية. كتابه اللي هو الآثار الاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج العراقي لمنطقة القصيم أو على منطقة القصيم. والحج العراقي، طريق الحج العراقي هم طريقان، طريق الحج البصري الذي يخترق القصيم من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، يخترقه كاملا. أما الطريق الآخر فهو على الحدود الشمالية منطقة القصيم. أيضا مؤلفات للدكتور فايز البدراني اللي هو كتاب أشهر التسميات المحلية للسنوات الهجرية، وكتاب من أخبار قبائل في نجد. أيضا الأستاذ تركي القهيدان له كتابين، أرض القصيم، القصيم أثار وحضارة. أيضا كتاب للأستاذ الفاضل عبد العزيز الجار الله اللي هو الاستيطان والأثار الإسلامية في منطقة القصيم. أيضا الأستاذ سليمان السعران له كتاب خرج مؤخرا، مو مؤخرا، قبل 5 أو 6 سنوات، اللي هو القصيم عبر التاريخ. هذا الكتاب مهم أهميته بتحديد المواضع التي ذكرت في الشعر الجاهلي، والتي وأيضا ذكر أهم الأيام التي حدثت في منطقة القصيم. وهذه إذا نريد نتحدث عن الأيام العرب التي حدثت في منطقة القصيم أستاذ أبو زياد كثيرة جدا. صحيح. يكفيك أشهرها له موقعة خزاز.